يقول السائل حفظكم الله: هل يجوز لرجال الأمن السمع والطاعة في منع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي قد تحدث في بلاد المسلمين؟ نعم، هذا من مهمة رجال الأمر أنه رجال الأمن أنهم يمنعون هذه الظواهر التي فيها خطورة على المجتمع وخطورة على الولاية وخطورة على المسلمين، فمن حق هذا من مهماتهم فأن يقوموا بهذا الأمر، لا يعتدوا على أحد لكن يمنع الشر، يمنع العدوان. نعم.